نساء ورجال. الله يجازيكم بخير على هذا التضامن ديالكم وعلى هذه المواصله ديالكم مع الاخوان ديالنا اللي هما محكوم عليهم بالفراق، ولا حول ولا قوه الا بالله، لان بحال هذه الاحكام وبحال هذا الشيء اللي كنشوفوا كيطرى لهذه الشريحه وهذه الحقره اللي كتنزل عليها، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كنوجه واحد الرسالة للحكومة والمسؤولين على هذا السكن، بخصوص إدارة الدفاع ولا الحمية العسكرية، يحاولوا راعوا شوية الظروف ديال هاد الناس هادو، حتى هما كانوا خدامين كما باقيين هما في الخدمة دابا، يحاولوا يديروا معاهم شي حل، وحاولوا راه الأغلبية دابا هادو اللي جاوا اللي عندهم أحكام الإفراغ، عندهم الأغلبية أمراض مزمنة، الحالة ديالهم الصحية والمادية ما كتساعدش باش باقي غادي يدبروا على سكن بحال هذا ولا أحسن منه. وكما كتشوفوا الدليل دابا هو الاخ السي الوالي، الاخ الكوري ماجور الوالي، انتم كتشوفوا مقعد دابا، دوروا له الكاميرات باش تشوفوا شكون هو مقعد دابا طايح الفراش. السيد كي طائح في الفراش، ها هو. واش دابا هاد السيد اللي كيستعمل ليك واش عنده واحد السكن قريب للمستشفى العسكري عوض باش نخليوه هنا يداوي راسو ويدير له طرويد ولا يدير له شي حل؟ ها هو جا شال النصف، زادو كملوا له بهذا الافراغ دابا اللي كتشوفوا. واش دابا هاد الاسره هادي خصي يعطينا بها اللي عطات الكثير في القوى المسلحه الملكيه، ولا خصي يحكموا المعنويه لهاد الناس اللي خدموا في القوى المسلحه الملكيه؟ انتم كتشوفوا لا حول ولا قوه، هو قدامكم كاين فين غادي تصيفطوا هذا دابا تخرجوا من هاد السكن؟ واش هذا الشيء اللي يستاهل في هذه البلاد؟ واش خدم واش دار شي حاجه اللي هي يتعاقب عليها بعد العقوبات ديال الطرد من السكن ديالو ولا الحكم بالافراط؟ الله يجزيكم بخير. كنوجه هذه الرساله كما قلت لكم لاداره الدفاع الوطني والمكلفين بإدارة الدفاع وبهذا السكن العسكري والحمية العسكرية يدخلوا شي تدخل عاجل. هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير وما كيشرفش هذه الشريحة هذه، راه ماشي هذا هو الجزاء، راه ماشي حتى كيسوى حتى اللباس العسكري وخرج بقاو طاردين في هذه البلاد غير بالإفراغات وبالأحكام وبالحقرة. الله يجزيكم بخير، ما حاولوا تراجعوا هذه الأحكام اللي كتصدروا وشوفوا في حق هذا، شوفوا من حال هذا الناس هذا ومن حال هذا الناس هذا، الحمد لله ديروا بحق ديالكم. وكنحيي جميع الاخوان، ما بقى لي ما نزيد في هذا الموضوع هذا، لان هذا الشيء كنتاسفوا له، ما رضيناش نشوفوا في هذه الشريحه بالخصوص، خدمنا باخلاص، دوزنا الحمد لله، حررنا راكم كتعرفوا المنطقه الجنوبيه شحال من دوله طامعه باش تديها، وشحال من دوله جايه بالطاشيطان ديالها والقوه ديالها وما خلاو ما داروا، مشينا فينا الشباب ديالنا دافعنا على بلادنا الحمد لله وحررناها، كان خص يكون عندنا واحد الجزاء احسن من هذا اللي دابا اللي كتجازيونا به، اللي كل نهار نتفاجئوا واحد حنا كنبغيو نسمعوا على اي فرد من القوى المسلحه الملكيه اللي وخرج تقاعد ولا الابناء ديالو ولا الزوجه ديالو ولا اللي ماتوا في الحرب ولا اللي تفلسوا في الحرب ولا اللي تعتقلوا في الحرب، راه حنا كترفع المعنويه ديالنا ملي كنشوفوهم استفدوا من شي حاجه، ولكن راه كطيح المعنويه ديالنا وما كنرضاوش بهذه الحقره هذه اللي كل نهار واحد فينا كينزل عليه شي حكم ولا كينزل عليه شي حقره ولا شي حاجه. حاولوا تراجعوا نفسكم وحسبوا هادو راه خوتكم وعطاو شي حاجه للوطن، ما تخلاوش عليهم، الله يجازيكم بالخير. كنحيي جميع الاخوان ديالي اللي حضروا، وكنشكر جميع الاخوات حتى هما الارملات، انتم كتشوفوا الزوجات جاوا حتى هما كيأزروا هذه الاسره هذه، ما رضاوش باش هذه الاسره هذه تلاح للشارع. والسلام عليكم، كنحيي جميع الاخوان ديالي والاخوات. عاش الجميع، عاش دفاعا عن حوزته من اجل ان ينعم الوزير والبرلمان والوالي والقاضي والعامل والباشا والقائد والمحامي والطبيب والمقابل والمقاول في الامن والامان. في الوقت الذي كان فيه المحارب يسهر الليالي في البرد والحر وفي ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها انها مزريه، في الخلاء والعلاء بلا ماء ولا ماكل ولا سكن، وسطره معرض بشكل مباشر لأفواه فنادق العدو. اليوم عوض أن تعطي الدولة هذا المحارب حقوقه المشروعة والمتمثلة في رضا الاعتبار والعيش الكريم، نراها ترمي به في سراديب الحرمان ونجده يتمهن من جديد الحراسة الليلية وبائع السجائر بالتقسيط وحارس السيارة للسيارات وفي بعض الأحيان التسول من أجل لقمة العيش. في الوقت الذي نجد البرلمان والوزير والموظفون الصامون ينعمون وهم وأطفالهم
في خيرات، وتزيدهم الدولة كل امتيازات سواء من ما يتعلق بالمنح الدراسية والأحياء الجامعية أو المخيمات الصيفية وغير ذلك. لذا فنحن قدماء العسكريين وقدماء المحاربين وذوي الحقوق نناشد صاحب الجلالة بصفته قائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوى المسلحة الملكية والساهر على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيه ورعاياه أن يقوم بالتفات مولوية تجاه هذه الشريحة المهضومة الحقوق من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية اعترافا بما قدمت من تضحيات في سبيل هذا الوطن بكل مكوناته. أخواتي إخواني، أملنا في الله تعالى ومن بعد في ملكنا الهمام وقائد الفتى حفظه الله ورعاه أن ينصفنا وأن يصدر في حقنا ما يثلج صدورنا، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. أبقى الله أبقى الله مولانا الملك محمد السادس ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالا خديجة وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، والسلام على المقام العلي بالله، والسلام عليكم. شكرا.